أنا أول شيء بشكر الجالية السورية اللي أتاحت لنا فرصة اليوم أن نجتمع في هذا المكان أمام وزارة الخارجية بتاريخ 10/5/2024 من أجل المطالبة بحقوقنا كلاجئين هنا وكحماية أن نجلب عائلتنا إلى هنا. القضاء النمساوي والقاضية أو القاضي رفض رجوعنا بلا إنسانية وبلا أي أسباب، كان أسباب غير يعني غير أسباب سيئة، أسباب يعني غير مفهومة وغير منطقية. شكوتك عفوا، شكوتك بالنسبة لموضوع الحماية الثانوية، لماذا ترفض الحماية الثانوية؟ شو يعني السلبيات اللي فيها النوع من الإقامة؟ السلبيات هي الحماية الثانية أنه ما بتلم شمل، هاي واحد. وبتلم شمل إمتى؟ بعد 3 سنوات مع عقد عمل ومع ضمان صحي ومع أشياء أخرى. وهالشيء هذا غير متوفر بالنمسا، أنه ندبر اسمه يكون عندنا عقد عمل بعد 3 سنوات بده يكون راتب أقل شيء 2000 يورو وما فوق، 2000 يورو وما فوق، عشان نحسن تعجيزية. بالضبط تعجيزية، احنا جينا على النمسا. نعم أيام طلع بالضبط كان مثل ألمانيا كمان. تمام بالضبط، أنا موجود هنا بالنمسا، وكان غلط إنه جينا على النمسا، عشان إنه النمسا إنسانية بس، لكن هي غير إنسانية. وخلي العالم كله يسمعني، هذا أوروبا وأمريكا وكندا وكل دول العالم، النمسا غير إنسانية. قضاء نعم بالضبط، قضاء غير 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 إنساني، وقاضي غير إنسانية. أنا هنا بالنمسا من 3 سنوات حتى الآن ما جاني لجوء، وبناتي 2 بناتي بألمانيا، وعائلتي بلبنان مع 2 أولادي بدون مدارس بلبنان شعب عنصري واضطهادي بدون مدارس. أولادي هلا حاليا صاروا جاهلين، هلا لا يعرفون 1 و2 و3 ولا يعرفون الألف باء والتاء. هاي إنسانية؟ هاي إنسانية؟ هاي أنا بدي مطالب انه بدي هالوزير الخارجي او وزير الداخليه يجي لهنا يسمع كلامنا. وزير الداخليه النمساوي ما يكون الانساني، نعم ما يكون هنا الانسانيه والديمقراطيه. احنا جينا هنا لقينا العكس، لا انسانيه لا ديمقراطيه لا احترام للاجئين ابدا. يعني مش بقول انا 3 سنوات وعائلتي ببيروت بلبنان عم تعاني الويلات الاضطهاد العنصريه التنمر من الشعب اللبناني من الحكومه اللبنانيه. فاتمنى انه هالصوت يسمعه وزير الخارجيه والرئيس النمساوي وكل الشعب النمساوي وكل مجلس الشعب. طيبون